حيله امه بلع الطعم. البنت شغلها على الاخر. كل المسائل حسب تعليماتك برضو يا دليل. انجز انت بس بسرعه، انجز انت عشان نقفش. خايف الواد ده يطلع واد سيس وما حلتوش اللبق. لا ده اخو مرات اخويا، عيله معروفه كويس، عندهم عماره في الزمالك لو اتباعت هتجيب ملايين. يسمع من بقك يا كبير. رد على التليفون يا سعومه. عمي ضمي مش مشكله، ارد عليها بعدين. يا راجل طمنا عليك، لا تكون قلقانه ولا حاجه. انا لو رديت عليها هتقلق اكتر. ليه يا عمر؟ عشان انا قايله ان انا في البيت بعمل جرد، لو رديت عليها في وسط الدوشه دي هتقول لي ايه يعني؟ هتعرف ان انا بضحك عليها. والله يا عمر معاك حق. سمك على قنديل على وش النيل. سمك على قنديل يا سمكه. رد عليا يا عمر، طمن قلبي عليك، ربنا يستر. بص يا دي يا جميل، كده الموضوع زاد عن حده قوي. قلقانة ايمان على عمر، بكلمه على التليفون ما بيردش. يعني هيكون راح فين يا ماما؟ بيقولي ان عنده جرد في البنك. جرد ايه لغايه دلوقتي يا ماما؟ والله ما انا عارفه، انا احترت. عمر ما تقلقيش انت نفسك، انا هفضل وراه لغايه ما يرد عليا. ماشي يا حبيبتي. لا اله الا الله يا ماما. سيدنا محمد رسول الله يا حبيبتي، مع السلامه. بالراحه. عاجبك الفضايح اللي حصلت النهارده يا عمر؟ انت كان ممكن تموت في الخناقه دي. انت ايه؟ ما بيفرقش معاك الفضايح قدام الناس؟ يعني عايز انا اشوف واحد عايز يحضنك واقف اتفرج عليه؟ وفيها ايه؟ ده معجب من ضمن معجبيني. الاعجاب حاجه وان يمد ايده عليكي حاجه تانيه خالص. انت بتغير عليا يا عمر؟ نسيت ان انت مراتي على سنه الله ورسوله؟ لا ما نسيتش. وانت عارف ان انت كنت حلم عمري؟ الحمد لله بقت مراتك وربنا حقق الحلم. اللي يبص لك بس بصه واحده اقسم بالله لا خزاها لعينين الاثنين. ربنا ما يحرمنيش منك. عموره؟ عموره؟ قوم يا حبيبي انت نايم من امبارح. قوم اصحى عشان تاكل حاجه. قوم يا حبيبتي سيبيني انا تعبان قوي نفسي انام. لا مش هسيبك، قوم يلا. قوم بقى يا بيبي يلا، قوم بطل كسل. يو يا ماما حرام عليكي بقى. حرام عليكي، الواحد ما يعرفش ينام في البيت ده ولا ايه؟ ايه ده يا عمر؟ في ايه؟ ايه اللي حصل في وشك؟ ايه 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 يا ماما خضتيني؟ خضت مفيش حاجه، ما تخافيش حبيبتي ما تخافيش. ما تخافش ازاي يا حبيبي؟ ده انت وشك متشلفط على الاخر. في ايه؟ ايه اللي حصل لك؟ ولا حاجه يا ستي. الناس ثبتوني وانا خارج من البنك افتكروني خارج بفلوس، خدوا مني الموبايل وخدوا مني فلوس كمان. ربنا ينتقم منهم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله ان هي جت على قد كده، ما تقلقيش يا حبيبتي خلاص. طب قوم يا حبيبي، قوم يا حبيبي يلا، قوم عشان عامله لك الاكل اللي انت بتحبها. اوبا. شكلك عامله لي مكرونه بشاميل صح؟ صح يا نور عيني، قوم. ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا يا رب. يخليك ليا يا حبيبي. سوري يا بيبي تأخرت عليك. ولا يهمك يا حبيبتي. منير كل شوية عمال يسألني أخبار حيلة أمه إيه؟ عمر؟ اسم الله عليك، هو في غيره؟ أدينا هو بحاول أقنعه يطرد السكان ويبيع العمارة. عارفة لو ده حصل يا لولا؟ يا سلام. هيحصل، وحياتك عندي لا يحصل. هيطرد السكان ويهد العمارة ويبيع الأرض كمان. عارفة أرض زي دي في الزمالك ودلوقتي تعمل لها كام؟ ملايين، ملايين يا بيبي. بس إزاي بقى الملايين دي تبقى في جيوبنا إحنا؟ لا، سيب ده بقى عليا، أنا مخططة لكل حاجة. إزاي بس يا لولا؟ لا، دي بقى مفاجأة. يا خوفي،
يا خوفي من مفاجآتك لا تطلع مضروبة وتطير مننا السبوبة. ودي تيجي برضه يا مليجي، ده أنا لولا وفي كل حاجة بطلع الأولى. اتفضل يا باشا. السلام عليكم يا عم غابر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقعد مكانك، انت هتتوتر ولا ايه؟ انت خالي. قشطة عليك، خالك وخالتك وجوز خالتك زي ما انت عايزة حبيبتي. عمر. مين الراجل ده؟ خالي، تعالى معرفك عليه. مساء الخير. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ زي الصح. عمر اعز اصدقائي، خالي مليجي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حبيبي، تشرفني. بقول لكم ايه بقى، اقعدوا اتعرفوا على بعض وحكوا براحتكم لحد انا ما اغير هدومي، لان انا اتاخرت قوي على نمرتي. روحي انت يا بنت اختي يا غاليه، ربنا يوفقك. اتفضل حبيبي، اتفضل. شكرا. وبالصلاه على النبي بقى، انت بتشتغل في ايه؟ انا بشتغل في بنك. وحضرتك؟ انا بشتغل في الاستيراد والتصدير. معلش يا حاج، استناني دقيقه. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمة الله. أي خدمة هاني؟ هو الأستاذ اللي لسه طالع دلوقتي ده ساكن هنا؟ قصدك الأستاذ عمر جوز الست لولا الرقاصة. الرقاصة؟ أيوة، ست لولا الرقاصة اللي ساكنة في الدور التاسع. يخرب بيتك يا عمر. في حاجة يا ست؟ لا أنا آسفة، متشكرة أوي. السلام عليكم. مع السلامة. بطل كذب يا عمر، البواب قال لي انك متجوز الرقاصه اللي اسمها لولا وانها ساكنه في الدور التاسع. كذاب، انا كنت طالع فوق عند واحد صاحبي. وبعدين ايه الاسلوب ده؟ انت بتراقبيني؟ طب اسمه ايه صاحبك ده وساكن في الدور الكام؟ ما تتنقي ترد. انا مش عيل صغير، وعلى ما اظن انا عارف مصلحتي فين كويس قوي. عيب الكلام ده يا عمر، دي برضه اختك وانا فاهم اخوك الكبير. يعني انتوا عايزين مني ايه دلوقتي؟ عايزين نعرف انت متجوز الرقاصه دي ولا لا. ايوه متجوزها وبحبها وهي كمان بتحبني، وما اعتقدش ان احنا نعرف نسيب بعض. لا هتسيبوا بعض يا عمر. مستحيل. ليه مستحيل؟ عشان كاتب على نفسي مؤخر بربع مليون جنيه. يا خرب بيتك، ربع مليون جنيه في رقاصة؟ اهدي يا امان، مش كده. اهدى ايه؟ ده لو ماما عرفت هتموت. حرام عليك، انت متخلف. بص احنا من غير كلام كتير كده عايزين نخلص الموضوع بهدوء ومن غير شوشره، ولا حاجه تاثر عليكي ولا علينا. شوشره ايه يا باشا؟ انا في السليم. في السليم؟ بقول لك ايه؟ من الاخر كده ابعدي عن عمر اخويا. اعتبر ده تهديد من حضرتك ولا ايه بالظبط؟ اعتبري زي ما تعتبريه، لو ما بعدتيش عن اخويا والله العظيم لخلي معتز يلبسك قضيه. بص يا شاطره، عمر اخوكي ده يبقى جوزي وانا مراته على سنه الله ورسوله، واللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط. ما تتكلمي بعد ما سبت انت، ده انت مستفزه قوي. وانتوا خليتوا فيها ادب انت ولا هي؟ الظاهر ان سكتنا له دخل بحماره. شوفوا بقى، اذا كنت انا وافقت انكم تدخلوا البيت ده ورضيت ان اقعد معاكم فده علشان خاطر عمر جوزي، اما كلمه زياده ما تكونش على مزاجي منك ولا منها هقرفكم انتوا الاثنين مقام. يا ده انت بيك حوالين الادب بجد. استنى يا معتز. ايه؟ مقام ايه يا رقاصه يا بنت الرقاصه؟ تصدقي بقى. بس لا يا خالي، لا مش ممكن ابدا، انا لازم اتطلق دلوقتي ومش هعيش معاه لحظه واحده بعد النهارده. يرضيك كده والنبي يا عمي. وبعدين يا بنت اختي، ده جوزك برضه، والبنات المتربيه ولاد الناس ما بيعملوش كده مع جوازتهم. مع ان انا زعلان منكم بقى، معقوله تتجوزوا وتخبوا عليا؟ ده انا اكتر واحد يفرح لكم. وبعدين يا عمر يا ابني، لولا دي انا اضمنها برقبتي، دي بنت اختي الغاليه موصياني عليها قبل ما تموت، ومن ساعتها وانا بربيها احسن تربيه. ونعم التربيه والله يا عم. انت ما تعرفش يا خالي اخته عملت فيا ايه. دي جت هنا اتهجمت عليا وبهدلتني ودتني الاسم. ايه اسم؟ ايوه الاسم. واحنا وش ذلك يا ابني، الله يسامحك. عموما يا عم انا اسف، اوعدك ان الموضوع ده مش هيتكرر تاني. خلاص يا عمر يا ابني، اسفك مقبول. قوم بقى صالحها وبوس راسها، دي لولا دي بنت طيبة وقلبها أبيض زي البافتة البيضة ودمعتها قريبة قوي. لا يا خالي لا، مش هصالحه أصل يعني لا أصل ولا بس،
البنت ما تكسرش كلام خالها، ده الخال والد يا لولا. خلاص اللي تشوف، انا تحت امرك يا خال. وانت يا عمر يا ابني، عايزك تحط لولا في حباب عينيك. متقلقش يا عمي، في عينيا. اوعدك ان انا عمري ما ازعلها مني تاني. بس انا كنت عايز اطلب من حضرتك طلب صغير. اؤمر يا ابني. لولا ما ترقصش تاني. وانا موافقة. في ايه يا امان؟ ما تهدي. في ايه يا امان؟ ما تهدي. انت بجد راضي باللي بيحصل ده؟ ما انت اللي غلطانه برضو يا امان. انا اللي غلطانه يا معتز؟ ايوه، انت اللي تهجمتي على الاول وبيتها كمان. احمدي ربنا انها وقفت على محضر الصلح اللي عملناه في الاسم. ماشي يا معتز، طالما كده يبقى سيبني بقى مني ليها، وانا هعرف اخد حقي منها كويس، وانا وهي وزمن طويل.